فبسرعة بسرعة بلغت البوليس. جه البوليس بسرعة وقبض على الحرامي وطلب منه كفيلة 5000 جنيه. رد عليه الحرامي وقال له لو كان معايا 5 شلينات كنت اديتهم لك، لكن انا مش معايا فلوس. وبسرعة البوليس قبض على الحرامي وسابه. الحرامي السجن وما كانش عارف يمالك، وفضل يتقلب يمين وشمال يمين وشمال. وقبل ما ينام سمع صوت نحلة بتعيط. قال لها بتعيطي ليه يا نحلة؟ قالت له عشان من ساعة ما سبت الخلية والدبور بيجري ورايا والكلب بيجري ورايا. قال لها ما تخافيش يا نحلة، انا وانت هنهرب من السجن. فضلوا يتحرجوا يتحرجوا يتحرجوا، طلع صراصير كتير وفران ودود. وهم بيتحرجوا، أول ما طلعوا فجأة لقوا نفسهم في سحر.